السلام عليكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري من قناة الشروق. أيدت مجموعة الدول المشاركة في قمة عدم الانحياز بمدينة باكو مقترح رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وشارك في الجلسة الافتتاحية رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، وامتنحت اجتماعات القمة التطور الدستوري في السودان. هذا وتستمر مشاركة السودان إلى ختام القمة المتوقعة بالسبت. أعلنت دولة فرنسا دعمها للحكومة الانتقالية في السودان لتجاوز المرحلة الرهينة، وأكدت السفيرة الفرنسية في تصريح للشروق دعم بلادها لحكومة السودان خاصة في مجال الزراعة والتنمية الريفية، وأضافت أن الشعب السوداني أحدث تغييرا حقيقيا في ثورة ألهمت كل شعوب العالم. أوصى اجتماع حكومة ولاية نهر النيل بضرورة وضع مصفوفة الولاية بشأن أولويات برامج حكومة المرحلة الانتقالية، وركزت الاجتماعات على تعزيز حقوق وواجبات المرأة في الريف والحضر، فضلا عن تمكين الشباب وتعزيز دورهم وتوسيع قاعدة مشاركتهم في المجالات كافة. تسعى غرفة عمليات خاصة بأصحاب المصلحة في قطاع الثروة الحيوانية لحصر المتضررين والأضرار المباشرة وغير المباشرة من عملية توقف صادر الماشية. وكشف الأمين العام للغرفة خالد المقبول عن اجتماعات عقدتها الغرفة مع وزير الثروة الحيوانية أكدت فيها استعدادهم وجاهزيتهم لبذل الجهود لمعالجة تداعيات قرار توقف الصادرات. نهاية الموجز. للمزيد من المعلومات والأخبار يمكنكم زيارة موقعنا شروق.net. تحية لكم وإلى اللقاء.